ضيفتنا في هذه الفقرة اسمها منولة، وجزء من مهمتها في حياتها اليومية هي صناعة المحتوى المفيد والإيجابي لفئة الشباب. منولة طبعا قدرت مع الإصرار والاستمرارية أنها تكون قاعدة جماهيرية بطلة من خلال دمج المعلومات المتعلقة بالأزياء مع رحلاتها ومغامراتها المستمرة. فحسيت هذا الفيديو خلينا اختار تصميم لشخصين عشان نزود العدد. طيب اللي لازم نسويه دحين انه نروح السوق عشان نجيب الاقمشه اللي نحتاجها، وبعدين نرجع البيت عشان نبدا نرسم الباترونات ونخيط تصاميم المتابعين. خلينا نشوف الجينز فين. بس ما في بني، يعني هذا اقرب شيء للبني. بس هذه الطاقة زي ما هي مسكيه عشان شكلها باين. ايوه حاخدها عشان نقارن، ما حيزعل. اوكي يا جماعة، اليوم اللي بعده حكمل رسم باترون الكم، حاسويه من نفس الباترون اللي قصيته حق يا الله مرة قاعد يطير وحيخش حلقي وحموت. حاسوي باترون الأكمام من نفس الباترون اللي سويته حق لوزة، هحط كتف الأمام على كتف الخلف وحرسم على نفس شكل المنحنى اللي حيصير لي. خلصت خياطة البلوزة خلاص صارت جاهزة، بس ما حوريكم هي دحين، حتشوفوها في الفاينل ريفيل. بدأت أخيط في البنطلون، الخياطات كلها حتكون سهلة حرفيا، خطوط مستقيمة. وبعدين بعد ما حخيط هأفرد زيادات حقت الخياطة من ورا زي كده وأكويها، هخلي زيادات الخياطة كده على اليمين وعلى اليسار وبعدين أخيط. كان فرض أنظف أطراف كل القطعة قبل أبدأ أخيط، بس شوية نسيت لأنه البلوزة ما اضطريت أنظف كل حاجة فراح عن بالي، فكنت بس قاعدة أخيط. بس دحين قبل لا أروح لأي خطوة هنضف الزيادات اللي اوريدي خيطتها، وبعد كده هنضف كل باقي اجزاء البترون. اوكي يا جماعه، وبعد حرفيا ايام من الخياطه صار تصميم ديما وتصميم زينب جاهزين، فدحين خلونا نشوف النتيجه النهائيه. واو، اهلا وسهلا منولة، اهلا حبيبتي، منورتنا وسعداء جدا بوجودك معنا اليوم، وفرصة اكيد ان نتكلم فيها عن المحتوى الناجح على منصات ومواقع التواصل الاجتماعي. بس سؤالي الاول لك، ودي اعرف ما شاء الله تبارك الله كيف تطورت العلاقة بينك وبين متابعينك من يوم ما بدأت، اتوقع من 2018 كانت في مقابلة بيننا في البرنامج الى اليوم. صراحة علاقتنا دحين صارت مرة أقرب، يعني زي ما شفت دوبكم في الفيديو إنه خيطت لبس سويت واحدة من المتابعين، لأنه صرت أحس يعني العلاقة بيني وبين متابعيني كأنهم أخواتي الصغار اللي دائما يكلموني في الدي أمز، يسألوني إيش أنسق إيش مع إيش، خيطت هذه الحاجة ساعديني. فكل ما إنه قاعدة أنا أكبر قاعدين هم يكبروا معايا. حلو إنك بتشاركي متابعينك في المحتوى وبتاخذي تصاميمهم في نفس الوقت وبتخيطي هذه التصاميم، بيقربكم كثير من بعض صحيح؟ أيوة. تحس انكم عائلة واحدة، جروب واحد. أيوة، صحبات كلنا. صحبات فعلا. ولكن انت مهتمة بتنويع المحتوى على هذه المنصات، ولكن الاساس كان تصميم وتنفيذ الازياء، فكيف قدرتي انك تبسطي هذه المعلومات للمتابعين؟ وانا اعرف عشقك وشغفك للخياطة من زمان. انا لانه احب هذا الشيء فانا احب اتكلم عنه كثير، بس مشكلتي انه ما اعرف اشرح، فكنت احاول اني أبسط كل المعلومات بحيث أنه زي ما أنا قاعدة أسوي والكاميرا تكون خاصة توضح أي حاجة. وبعد كذا يعني كل بعد فترة وفترة أحاول أسألهم أنه الشرح معكم تمام، تبغوني أزود في الفيديوهات الجاية شرح، تبغوني أقلل زي كذا. بس يعني بشكل عام أصلا متابعيني يتفرجوا أكثر من أنهم بيتعلموا، عشان بس بيتسلوا يبي يشوفوني يعني كيف خيط. إيش نوع المحتوى اللي تحسي فعلا يعني لفت انتباه المتابعين في التيك توك؟ أحس في تيك توك ولا في يوتيوب؟ تيك توك أو يوتيوب؟ في تيك توك يحبوا مرة لما سوي تحديات التنسيقات، يعني مرة سويت تحدي إنه بالستي اختارت للتنسيق إنه إيش ألبس، مرة انبسطوا عليه. البس اختارت لك. بالضبط، أنا أجيب لها قطعة. لك ملابس. أيوة. مرة انبسطوا عليه. فأي شيء كذا فيه له تحدي بيني وبين نفسي مرة يحبوا هذا النوع من الفيديوهات. طب عادة يعني قبل ما تصوري أي فيديو أكيد كيف بتحضري للمحتوى؟ أكيد يعني العفوية ما شاء الله تبارك الله كانت حاضرة في كل فيديوهاتك، ولكن الموضوع يعني صعب جدا ويحتاج تحضير وتخطيط. أيه قبل بالزبط. التصوير عادة خاصة في فيديوهات الخياطة مثلا لازم أكون عارفة من قبلها إيش حخيط عشان أتأكد إذا الأدوات موجودة، أصلا أعرف أنا كيف أخيط هذه القطعة، واللي يحتاج أنه أشوف فيديوهات أو أرجع لكتب حقة الجامعة. بس غير هذه يعني التحضيرات الأساسية كله ارتجال، يعني حتى لما أغلط في الفيديو أسوي حاجة غلط أخيط حاجة بالمقلوب عادي أخليه في الفيديو وكلنا نضحك وخربته ونعيد، عشان يعني يحس أنه هم كانوا
كأنهم جالسين معايا في غرفة الخياطة بدل ما إنه كذا كل شيء مرتب. والجميل أنك دائما بتحاول إنك تخرجي عن المألوف من خلال قطعك وتصاميمك مثل ما شفناها، ولكن ودي أعرف إن إيش أكثر قطعة مثلا عجبت المشاهدين أو لفتت انتباه المشاهدين وانتشرت بشكل رهيب؟ كان في مرة كنت أنا دائما أخيط أشياء عادية، فقلت خليني أجرب أخيط حاجة مو بقماش بحاجة مختلفة، فرحت اشتريت بندانات حقت شعر هذه المربع الملونة وشبكتها مع بعض وخيطت فيها بنطلون، الناس مرة عجبهم البنطلون اللي لين اليوم أنا ألبسه، مرة حبوا الفكرة إنه من حاجة جدا مختلفة. وكمان في مرة خيطت من صفرة الطاولة البلاستيك هذه عرفتها يا قصيتها وسويت منها كرسي وسويت شنطة وسويت كفية، فإنه عجبهم إنه بشيء مو إنه دائما نشوف إنه يتخيط به. والجميل أنك قدرت تعملي أقدر أقول بتوليفة جميلة بين تخصصك وأيضا المغامرات اللي بتسويها في فيديوهاتك، فقد إيش هذا العمل متعب وممتع في نفس الوقت بالنسبة لك؟ لو ححط نسب حقول متعب 10% ممتع 90%، لأنه كل أي محتوى أنا أقدمه لأنه أنا مبسوطة وأنا أسوي، يعني لو ما كان عندي يوتيوب كنت برضو حسافر، كنت برضو حخيط، كنت برضو حسوي نفس الأشياء، بس الفرق الوحيد أنه دحين في كاميرا شغالة، فكل الجوانب اللي أنا قاعدة أطلعها في السوشيال ميديا قاعدة تكون جوانب أصلا أنا قاعدة عايشتها، فكله مرة ممتع بالنسبة لي وممتع أنه أنا قاعدة أشارك متابعيني هذه اللحظات من حياتي. وأنا أعرفك قبل الشهرة وبعد الشهرة ما شاء الله تبارك الله، أبغى أعرف إيش اللي تغير في شخصيتك وإيش اللي غيرته فيك الشهرة؟ أحس صرت أتقبل الناس أكثر، صرت في يعني ثقة في النفس مرة أعلى، يعني في بداية كنت لما أحد يعرفني في الشارع أتوتر وأحس إنه يا الله كيف يعرفوني زي كذا، دحين بالعكس مرة أنبسط لما أشوف متابعيني، صرت أعرف أنا إيش أبغى إيش ما أبغى، صرت دائما أحاول أطور من نفسي ومن محتوايا عشان متابعيني يعني يلاقوا محتوى إنه يستحق إنهم يتفرجوا. وأنا حقيقة يعني أنا منبهرة بالتغيير اللي شايفته اليوم، فعلا تغيير إيجابي، تغيير مختلف، تغيير واضح على شخصيتك كثير. منولة أتوقع بيك وأثرت فيك شوي، أثرت شخصيتها فيك شوي، سلكت من شخصيتها شوية. لا بالعكس هي الكبيرة فهي القدوة أكيد. صح أكيد وجالها تحية كبيرة، ولكن ودي أعرف يعني إيش أكثر المقاطع اللي نقدر نقول اليوم بأنها بالمفهوم الدارج ضربت أو كانت سببت نقلة نوعية بالنسبة لك؟ أي ممكن الفيديو هذا حق بنطلون البندانات كان أول فيديو لي حق خياطة يتعدى 1,000,000 مشاهدة، لأنه وكنت مرة فخورة فيه. غير كذا برضو الفيديو حق اللي صممت ملابس متابعيني هذا اللي شفناه كان الجزء الثاني، فأي حاجة حسيت لاحظت إنه أي حاجة يكون المتابعين يعني شاركوا فيها مرة تعجبهم. طب كثير من المشاهير اليوم بنشوف ما شاء الله تبارك الله أنهم استثمروا شهرتهم ونجاحهم في مواقع التواصل الاجتماعي في تحقيق أهداف ومشاريع خاصة بالنسبة لهم، هل أنت كمنولة مع هذا التوجه؟ يعني هل قريبا ممكن نشوف مشروعك الخاص؟ نقول على نص 2023 إن شاء الله. يا رب حلو. حنشوف البراند حق الملابس حقي إن شاء الله يا رب يصير أرجع لكم أحكيكم عليه إن شاء الله. أكيد أتوقع أني راح يكون براند مختلف متميز في ابتكار، فأحتاج أعرف تفاصيل عن هذا البراند. أعرف أنك مجنونة وتحب أنك تخرجي دائما خارج الصندوق، فإيش الأفكار اللي راح نشوفها في مشروعك؟ البراند حيكون مركز على ستريت وير، الأشياء الكاجول، لأنه أغلب البراندات السعودية اللي عندنا تكون مركزة على عبي وجلابيات وهي أصلاً أشياء مرة نحتاجها، بس حبيت إنه أنا البراند حقي يكون مختلف من ناحية إنه يكون الكاجول إيفري داي لوكس، لأنه دائماً نعتمد على هذه القطع من يعني براندات من برا، فحبيت إنه نكون نلبس ملابس عادية بس من براند سعودي. فمتحمس إنكم تشوف القطع، حتكون كلها إنه سيمبل بس فيها كذا اللي إنه شيء مرة مختلف في كل قطعة، يكون اللون، الجيوب، الخياطات، إنه يكون حاجة مختلفة، فتكون كأنها statement piece بس على كاجول. ما تحسي أنه راح يكون صعب خصوصا المنافسة هنا عندنا في السوق وفي قطع الملابس والإكسسوارات والشنط؟ يعني سوق كبير جدا وعالم أيضا كبير والمنافسة فيه صعبة، ولكن تشوفي أنه شهرتك اليوم راح تساعدك كثير في نجاح هذا البراند؟ أنا صراحة داعمين الأول من هذه الناحية،
احياء هم متابعيني حرفيا من اليوم الاول وهم يستنوا اليوم اللي افتح في البراند. فانا مره متحمسه انهم قاعدين يسمعوا هذا الخبر لانه اول مره اقوله. فانا واثقه انه هم ان شاء الله حتعجبهم القطع بما انه هم تعجبهم الاشياء اللي انا خيطها، وواثقه انه يعني حتناسبهم وان شاء الله انه يقدروا يشتروها. وغير كذا يعني دحين مره صار عندنا توجه على دعم البراندات السعوديه، فيعني اتمنى انه الناس يعني تركز على هذه الناحيه. ونحن اول الناس حنشتري منك اكيد، انا اول واحده حطلب من عندك حبيبتي والله. منو اهم شيء انا تعرف ستايلي وذوقي مره كلاسيك، بصمم لك شيء كذا خاص مره كلاسيك. طيب خلينا نرجع ونستغل تواجدك معانا في التصميم والتنسيقات، ودنا نعرف ايش الترند والهبه اليوم في هذا المجال وفي عالم الموضه. الصراحه دائما انا يسالوني ذا السؤال الناس انه ايش الدارج دحين، انه بنزل السوق ايش اشتري وزي كذا. شيء ممكن يعني الناس يستغربوا منه، انا مو مره يعني احاول اتجنب الترندز قد ما اقدر، مع انه شيء غريب بالضبط ليش. في مقوله مره احبها تقول فاشن از ا ترند ستايل ليفز وذين ا بيرسون، يعني بما معناه انه الترند اللي هو خاص هو الفاشن، بس الستايل انه كل شخص له ستايله المعين. فانا احس انه لو كان في ترند، وخاصه دحين الترندز بتقعد 3 أسابيع شهر بالكثير، فانه طب انا اشتريت هذه القطعه اللي ما تناسب لون بشرتي ولا تناسب جسمي عشان البسها مرتين، بعدين خلاص صارت انه اوه شخباري قديمه، تقوم تترمي واشتري الهبه الجديده بعدين تترمي. فانه هذا مره عكس السستينابيلتي، وشيء قاعد يضر البيئه وقاعد يسبب تلوثات وقاعد يسبب مشاكل كثير. فاحس انه كل واحد المفروض يركز على الستايل والسلوات اللي هو يحب يلبسه، الفايب اللي يمشي معاه، ويشتري على هذا الاساس. يعني مو لازم نركز عن الترندز وايش الاشياء اللي قاعده. حلو منو، لو سالتك ايش ستايلك الخاص فيك، لانه دائما ستايلاتنا هي اللي تحدد هويتنا، هي اللي تحدد صورتنا في المجتمع. مثلا انا مثلا اعرف الناس من الملابس اللي بيلبسها وطريقه اللبس، مو شرط تكون براند، انا ما اتكلم عن براندز ابدا، ولكن اتكلم عن الشكل الخارجي، الدوغ الستايل. فانت ايش ستايلك او ذوقك في الملابس؟ احس عندي كذا ستايلين مختلفين، يعني حسب مزاجي ذاك اليوم. احب الالوان مره، انا عكسك، احب الالوان يعني احمر مع موف مع اصفر مع برتقالي مع بعض في نفس الاوتفيت، اوف مره حكون مبسوطه. بعدين في الستايل اللي كله اسود وكله جلد وكله زي كذا، فاليوم حاولت اني ادمج الستايلين مع بعض، الوان مع شويه جلد. روعه، يعني ستايل حلو وجريء في نفس الوقت. اهنيكي عليه نولة، حبيت كمان الوان الاي شادو نفس لون القميص حقك. روعه ما شاء الله، يو لوك ستانينج. طيب اكيد صرتي انت اليوم بتقري وتحللي ايضا سلوك الجمهور عشان تطوري امكانياتك في صناعه المحتوى، واللي انا اعرف شخصيا انه صناعه المحتوى بتكون متعبه جدا على المشاهير، عشان لازم دائما يطوروا من امكانياتهم، يبتكروا، يبتعدوا ايضا نفس الوقت عن التقليد. فمع الوقت ايش النصايح اللي ممكن نعرفها منك للنجاح في هذا المجال؟ أحس نصيحتي لأي صانع محتوى سواء بادئ أو حابب يبدأ في المستقبل، أنه دائما أمشي وراء شغفك. وحتى لو في المستقبل شغفك تغير، it's okay. أنا كان شغفي مسلسلات وأفلام، بعدين غيرت تماما وصرت فاشن، it's okay. وكان عندي جمهور في الوقتين. ليش؟ لأنه مهما كان الشيء مختلف أو تحس أنه ما هو ترندي دحين أو ما حد يتفرج عليه، لما الناس حتشوفك وانت مبسوط أنك قاعد مثلا تلون على الجدار ولا تسوي طبخات غريبة أو whatever، لما الناس حتشوفك مبسوط هم حيكونوا مبسوطين وهم يتفرجوا عليك، حتى لو ما هم مهتمين مرة في الموضوع. كثير ناس يتفرجوا علي ما هم مهتمين بالملابس والفاشن ولا أي حاجة، بس ينبسطوا على ردة فعلي لما أضبط الحاجة أو لما أفكر فكرة غريبة أو أشياء زي كذا. فدائما أمشوا ورا شغفكم وحيجي الجمهور. أكيد، وأنا حنتمنى لك كل التوفيق. الله يسعدك حبيبتي، نورتينا وشرفتينا والنورة. شكرا لك، نور نورك. العافية. مشاهدينا مكملين معاكم، عندنا بعد الفاصل مواهب سعودية تخاطب العالم بأعمال فنية ولكن باللغة الإنجليزية.